انضم إلينا من خان يونس بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. بشير، بعد التحية، آخر التفاصيل والمستجدات لديك من قطاع غزة وبالتحديد من خان يونس. تحية لكم. يعني المدينة خان يونس تشهد أوضاعا إنسانية صعبة للغاية في ظل تواصل عمليات النزوح المستمر خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة من المنطقة الشرقية للمدينة، والتي تضم أكثر من نصف مساحة هذه المدينة ونصف عدد السكان، بالإضافة إلى وجود آلاف النازحين الذين كانوا يعيشون في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس. هم جميعا الآن أصبحوا بلا مأوى يعيشون، وقاموا ليلتهم الأولى في الشوارع وفي الساحات بين أزقة هذه المدينة المدمرة في المنطقة الغربية لخان يونس. حقيقة أوضاع صعبة شهدتها المناطق الشرقية، وخصوصا في ظل تكثيف المدفعية الإسرائيلية لقذائفها خلال ساعات الليل وبشكل عشوائي باتجاه المنطقة الشرقية، والتي تضم عبسان وخزاعة والقرارة ومعن غيرها من الأحياء الشرقية لمحافظة خان يونس، والتي لم تتوقف عليها تساقط هذه القذائف بشكل عنيف ومدوي، محدثة أضرارا جسيمة في تلك المنطقة. أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت خلال ساعات الليل منزلا وعددا من الغارات باتجاه المنطقة الشرقية، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 8 شهداء، من بينهم مجموعة كبيرة من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 25 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة. وبالتالي هذه المدينة عادت لتشهد أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، خصوصا أن مدينة خان يونس شهدت قبل أو في منتصف هذا العدوان عدوانا استمر بحق مدينة خان يونس لما يزيد عن 4 أشهر، دمرت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي كل معالم هذه المدينة ومسحت مبانيها ومنازلها وطرقاتها عن الساحة والخارطة الجغرافية لمدينة خان يونس. اليوم تعيد هذه القوات الإسرائيلية قيامها بتنفيذ عملية عسكرية باتجاه المنطقة الشرقية لهذه المدينة من جديد، وتقوم بعملية نزوح وإخلاء كبيرة للمواطنين الفلسطينيين قسرا تحت قصف المدفعي المتواصل بحق مدينة خان يونس. بشير، ماذا عن الأوضاع أو قدرات القطاع الطبي، خاصة في ظل شح الإمدادات وشح المستلزمات الطبية في الأوقات الحالية؟ كيف يتم استقبال المرضى والمصابين لعلاجهم؟ حقيقة الوزارة الصحة والمنظومة الصحية تعاني انهيارا تاما في عملها وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للجرحى والمرضى، وكانت هناك بيانات متواصلة من وزارة الصحة حذرت فيها عن خطورة توقفها عن العمل نظرا لفقدانها الوقود في هذه المشافي. لكن ما يزيد من صعوبة الأمر على المنظومة الصحية هو يعني قيام مستشفى غزة الأوروبي بإخلاء المرضى وبعض الأجهزة الطبية من داخل مباني هذا المستشفى، كونه يقع ضمن دائرة الإخلاء في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المنظومة الطبية في ظل هذا الواقع الأليم الذي تعيشه من فقدان للأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وكذلك فقدان أكثر من 160 مستشفى وأكثر من 33 مستشفى آخر توقفت عن العمل في ظل هذا العدوان. وبالتالي هذا الضغط الكبير على المنظومة الصحية يزيد من صعوبة قدرتها على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والجرحى الذين يأتون يوميا بالآلاف، حقيقة نظرا لارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على مناطق واسعة في قطاع غزة. نعم، بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، شكرا جزيلا لك.